اذا كان هذا المشروع له بعد اجتماعي ان احنا نوصل لحوم ذات جوده عاليه للناس الطيبين اللي هم اولى بالرعايه، في بعد اجتماعي اخر ان هو في ظل الظروف الحاليه اللي تمر بها البلاد، جائحه كورونا ومفيش عماله بتشتغل بره، احنا متوسط العماله الخارجيه موسميه بيوصل من 200 ل 250 عامل علاوه على العاملين بالمجزر التابعين للشركه. عامل بدايه من جزارين، عماله للتعبئه داخل الكراتين، عماله تحميل وتعتيق، دول 250 عامل عماله موسميه بالاضافه الى الجزارين التابعين للشركه. علاوه على العماله الثانيه التحميل والتعتيف والتستيف، الناس دي برضو بتحاسب يوميا العماله الخارجيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا المسؤول العمالة المؤقتة حاليا في المجزر، والسنة دي احنا ضعفنا العمالة في شغل الأوقاف. السنة اللي فاتت كانت العمالة قليلة، السنة دي ضعفنا العمالة بحيث في أزمة كورونا كنا قاعدين بقالنا 3 أشهر، والحمد لله ربنا فتحها علينا بشغل الأوقاف السنة دي وضعفنا العمالة، وبجمع العمالة كلها من جميع المحافظات، من المنوفية ومن القليوبية ومن جميع المحافظات، والحمد لله ربنا كرمنا واشتغلنا اللي كنا قاعدين بقالنا 3 شهور دلوقتي. يعني كنا السنه اللي فاتت بننزل 200 براد، حاليا دلوقتي بننزل حوالي 300 براد، والعدد الرجاله الحمد لله زادت كل عام 300 راجل شغالين، والحمد لله بزياده ان كلنا اشتغلنا الحمد لله السنه دي احسن من كل سنه. من حضرتك من كذا محافظه، من شرقيه وغربيه ومنوفيه بني سويف، كلنا شغالين مع بعض راجل واحد. عندنا هنا قسم تجاره وبره قسم تشفيه وتغيير وعماله. صراحه احنا بنشكر وزاره الاوقاف المصريه، يا رب كل سنه دايما كده يا رب. أزمة كورونا ما كانش فيه شغل وما كناش لاقيين شغل، فربنا كرمنا بالشغلانة ديت عشان
نشتغل وربنا يزيد يا رب في حاجاتنا بالسنة الجاية تكون أكتر، وإحنا شغالين وماشيين بالالتزامات وكل حاجة تمام والحمد لله. لا احنا بنيجي نرزق وناكل عيشنا في المجزر بسبب الشغل اللي بينزل زيادة. كنا قاعدين بقالنا 3 أشهر مش لاقيين شغل خالص، الحمد لله للشغل فتح واحنا شغالين وبنرزق دلوقتي.